العلاقات المصرية الأمريكية. تعد مصر الأولى إفريقياً بنسبة 35.4% والثانية بالشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأمريكية في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر نحو 22.6 مليار دولار، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2018 إلى 54.5 مليار دولار بنسبة زيادة 34.6%. زادت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية عام 2018 بنسبة 26.93%. مصر أمريكا، شراكة من أجل التنمية.